بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. طبعا احنا دخلنا على فصل الشتاء، وده فصل موسم كله خير يعني. ولما تيجي الشتاء دايما بنيجي معاها فكرة او مرحلة الولادات، سواء كانت في الابقار او في الاغنام. طبعا ده موسم الخير بالنسبة للفلاحين، دايما بينتظروا الشتاء عشان موسم معظم الولادات بتبقى فصل الشتاء. هنتكلم عن استعدادات الولادة، وازاي انك انت تحضر الجنين وتحضر الام للولادة، وايه اللي بتعمله بعد عملية الولادة ما بتتم. طبعا فترة الحمل في الابقار بتبقى من 276 يوم ل 289 يوم، يعني ممكن تزيد او تقل حسب عوامل متعلقة بالام او بالجنين. بالذات في العجلات البقرة ممكن بتعدي 9 شهور و10 أيام و20 يوم ما تجلكش. يعني في ناس بتقول يا دكتور دي عدت 9 شهور يا دكتور ما ولدتش، عادي. في عجلات بقرة ممكن تقعد 20 يوم في العاشر ما تجلكش، طالما الحيوية كويسة وباين عليها العشر وأكلة وشربة كويس ما تجلكش. فبالنسبة للأم طبعا لازم نحطها احنا في مكان، نحطها في مكان يكون نظيف طبعا، ويكون في استعداد جش رز كويس، وانك انت تعمل استعداد كامل للمكان، تحط لماظة الحيوان في مكان هادي، تكون فرش الجش الرز ومجهزه استعدادا للولادات يعني. فاحنا النهاردة ان شاء الله هنبدأ نتكلم عن ايه اللي تعمله الام وايه اللي تعمله للجنين بعد واثناء عملية الولادات. فبالنسبة للأم طبعا زي ما قلنا احنا نحطها في مكان هادي كده المفروض يعني، بس احنا طبعا بنشوف عجب العجاب في قصة الولادات يعني. نعزل الأم في مكان هادي، ده المفروض ان هو يتعمل، ان احنا نعزلها في مكان هادي وأرضية تكون مفروشة بجش رز. ما تستعجلش الولادة يعني، مش اول ما الحيوان يبدأ كده يقوم ويرقد ويتمغص انت تبدأ تمد ايدك، لا اصبر شوية، سيب الحيوان ياخد راحته خالص. ما نستعجلش، نراقب الحيوان بس من بعيد كده ونشوف ايه، نستنى الوقت المناسب. طبعا بالنسبه لما تيجي تمد ايدك لازم ايدك تكون نظيفه يعني. انا بروح لحالات ولاده بصراحه بشوف العجب يعني، واحد ايده مليانه طين ومليانه تراب ويبدا يخش بيمد ايدك ويسحب، كل ده بيأثر على الام ويأثر على الجنين. ولما تيجي تسحب الجنين اسحب بالراحه، ما تشدش بعنف عشان ممكن انك انت تعمل له، حتى لو هو ما تضرش ممكن انت تضر الام، ممكن يحصل جرح، ممكن يحصل انفجار للرحم، ممكن يحصل وانت بتسحب. مثلا في ناس بنربط بعض الاوقات نربط الفك بتاع الجنين السفلي عشان نعرف نسحب منه، فانت تيجي تسحب بعنف تبص تلاقي ايه طلع معاك الفك. فلازم الواحد يبدا ايه يسحب بالراحه يعني، ويتدخل بالراحه، الايد تكون نظيفه، يكون في مطهر معاك، بحيث انك انت ايه يعني ما تاثرش على الرحم بتاع الام عشان ما تبناش بعد كده في الولادات القادمه. لازم اول ما الاقي الكيس انفجر المائي ده يقول لك البقره فاجت يعني، ابدا يتدخل لما تلاقي بدا ايه تكب ميه كتيره عشان نلحق الجنين ما ايه ما يشربش السوائل دي. اول طبعا لازم نراقب بعد ما عمليه الولاده، لازم المشيمه دي نشيلها بسرعه من تحت الام، لان ممكن في حيوانات كتيره بتاكلها، دي بتعملها اضطرابات هضميه طبعا، دي فيها هرمونات ضاره وفيها مشاكل، بتعمل مرات بتقلل اللبن، مرات بتعمل مغص شديد عند الام. ممكن تحط لها شعير مغلي او تغلي لها اي سوائل دافيه بحيث انك انت تنشط الدوره الدمويه، لو البشيمه دي ما نزلتش او المشيمه دي ما نزلتش ابدا نديها سوائل دافيه عشان بتنزل بتسهل نزول المشيمه. طبعا المشيمه لو اخرت ما تسيبهاش، بالذات لما يكون موسم صيف مثلا، ما تسيبش المشيمه اكتر من 4 6 ساعات عشان خاطر بتعمل ريحه طبعا، وممكن تعمل سبتسيميا او التسمم دموي للام وتتعبها بعد كده في عمليه العشار بعد كده. بالنسبه للبقره طبعا لازم امد ايدي وادلك الحلمات حتى وهي عشر عشان تبدا تتعود على موضوع ايه، على موضوع الحليب يعني، تمسك الضرع وتدلك الحلمات كده، نعمل يكون فيه اهتمام بالنسبه للضرع شويه. لازم التغذيه طبعا على البرسيم عشان خاطر نبدا تحضير اللبن للجنين. بالنسبه للمولود طبعا اول ما ينزل على طول، مجرد ما ينزل تبدا تشيل السوائل على المخاط، ده بيبقى فيه سوائل مخاطيه على الانف والفم،
لازم انت تنضفها بيدك وتشيلها كده وتخليه. في ناس طبعا حبيبنا كل الناس عارفه موضوع البصله دي، وهات بصله اول ما تولد الحيوان، هات بصله واكسر، حلوه مش وحشه، بتنشط الجهاز التنفسي وتخلي الحيوان ايه ياخد نفسه. نبدا نسيب المولود ده للام عشان تبدا تلحس وتشيل بالباقي المخاطر اللي على جسمه، وش ممكن شويه ميه بارده كده على دماغه، او زي ما احنا قلنا ايه البصله نشممها له. الحاجه المهمه جدا اللي لازم ناخد بالنا منها اللي هي الحبل السري، لازم نطهر الحبل السري كويس جدا، لازم نستخدم بتادين مطهر عشان نطهر الحبل السري، لان طبعا ممكن يحصل تاتنس للحيوان عن طريق التلوث البيئه، الارض طبعا مليانه سبورز بتاع التاتنس ديت، فلازم ان احنا نطهر الحبل السري كويس، نحط له بتادين، وممكن نحط له نربط او ما نربطش في دي مدارس، يعني في ناس بتربط على بعد 5 سم 10 سم من جسم الحيوان، وفي ناس ما تربطش هو بيضمر وحده وبيجع. لازم الام بقى ايه، لازم نمسك الجنين ونبدا نخليه يمسك الحلمات، لان انا عايزه يرضع السرسوب. الرضع السرسوب اهم، احسن ساعتين في رضعه السرسوب اول 48 ساعه، دي بتحمي الحيوان وبتحمي الجنين ديت طول فتره حياته ضد الامراض اللي اتصابت بها الام. يعني اول 48 ساعه هم افضل ساعات ياخد فيها الاجل الرضيع السرسوب، فلازم انك انت ترضع السرسوب اول 48 ساعة، دي اعلى استفادة من ايه، من الاجسام المناعية اللي بتكونها الام طول فترة الحمل، دي بتحمي الجنين طول عمره ضد الامراض اللي الام اتصابت بيها طول فترة الحمل. طبعا عشان خاطر بتحصل نزلات معوية شديدة لو ما خدش السرسوب خلال 48 ساعة، لو انا دي بص تلاقي العجول عندك الرضيع كلها حصل لها اسهالات ونزلات معوية، لان المناعة بتاعتها ضعيفة، اي شوية هواء اي شوية تراب اي مشكلة هتبص تلاقي الحيوان عندك، اي شوية زيادة لبن نقص لبن تبص تلاقي الحيوان حصل له نزلات معوية. وطبعا نزلات معوية 75% من نسبة النفوج في العجول الرضيع بسبب النزلات المعوية، يبقى انا لازم اكون حريص جدا في اول 48 ساعة ان انا اخليه يرضع السرسوب كامل. بعد كده ببدأ انظف الضرع كويس واشيل منه السرسوب الزيادة، طالما العجل خد حقه خلاص بقى ايه، ابدأ اسحب السرسوب ديت وانظفه الضرع، ونبدأ قبل الرضاعة طبعا نغسل الضرع. طبعا في حاجات طبعا احنا هنا في ارياف واهلنا في الريف كلهم زي ما احنا عارفين، لحد طبعا بنروح الواحد يروح يلاقي الحيوان والد على الارض في وسط الطين وسط التراب وسط العفش، ما ينفعش طبعا، بس ربك بيسترها وبتعدي مع الناس الغلابه ديت. انا مره رحت حاله لقيت الحيوان ولد وحده بالليل، وللاسف نام على ابنه موته لان هي حصل لها نقص كالسيوم وتعبت وراحت واجعه مش قادره تقوم هي اصلا، فوجعت على ابنها فطست تحتيها. فده لازم انا عندي حالة هتولد لازم بحط عين عليها، لازم اراقبها، لازم اعمل استعدادات كاملة ليها واحط عين عليها بحيث ان انا الحق اي حاجة تحصل قبل ما ايه ما افقد الجنين او الام تتعرض لاي اذى. ان شاء الله هنتكلم تاني على الولادات في فيديوهات تاني، وان شاء الله هنقدم لكم معلومة جديدة. تحياتي لكم جميعا اصدقائي الاعزاء، ويا رب يكون الفيديو ده مفيد لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.